سلام الله عليكم، تحياتي لكم. جلسة علاجية خلينا نقول شاملة وعامة وبتجيب نتائج قوية في الحالات اللي بتصيب الإيدين، سواء حالات كثيرة بتؤدي لألام، بتؤدي لعملية نمنمة خضراء للأعراض العصبية أو عملية انتفاخات. فهذه الطريقة معروفة طبعا وإحنا حكينا لكم إياها، بس اليوم حنجيب لكم شغلات جديدة. هلأ بدنا نوضع مياه، هذه في عندنا مياه ساخنة، هذه المياه درجة حرارتها كويسة مناسبة، وهذه المياه مياه باردة، باردة من الحنفية الباردة، يعني درجة حرارة 5 درجات مئوية. هذه المياه وضعنا فيها، بنوضع فيها الأبسوم سولت. الأبسوم سولت اللي هو مغنيسيوم مش مع كلورايد المغنيسيوم، هذا هو الأملاح اللي نفس المكملات اللي بتعطوها للمغنيسيوم. ممكن تدخلوا المغنيسيوم على جسمكم من استخدام الأبسوم سولت. الأبسوم سولت يمكن شراؤه ومتوفر وموجود، اللي هو أملاح المغنيسيوم اللي هو بيختلف، مش أملاح عادية احنا زي اللي بنستخدمها أو أملاح الهيمالايا. فبنوضع بقدر فنجان بالطريقة هذه من الأبسوم سولت، اللي شايفين كيف شكله، بيكون زي الفضة، كريستالات كريستالز. هذا فبتجيبوه بتوضعوا فنجان من الأبسوم سولت. ماشي. الشيء الثاني اللي بدي استخدمه، بدي استخدم البوتاسيوم، البوتاسيوم كلورايد، بوتاسيوم كلورايد. هذه الأملاح هلا بحكي لكم شو الفائدة تاعتها، الجم اللي تحصل عليها. البوتاسيوم ممكن طبعا هو موجود في الملح، الملح اللي بنستخدمه ملح الطعام، نصه بوتاسيوم ونصه كالسيوم كلورايد البوتاسيوم. ففي هاي الحالة احنا بنحط نفس الشيء، بنحط لنا فنجان من البوتاسيوم اللي ممكن تحصلوا عليه بشكل طبيعي عند الأماكن اللي بيبيعوا البوتاسيوم أو المواد الزراعية، بتلاقوا عندها وممكن تطلبوه أونلاين. بس انتم ممكن تحطوا ملح، هذا بغنيكم. فبنحط كمان بمقدار فنجان من البوتاسيوم وبنحطه في المياه. في هاي الحالة احنا أضفنا البوتاسيوم والمغنيسيوم، بنضيف كمان، نعمل غلي أعشاب في فنجان زي هيك. هاي الأعشاب اللي بدنا نوضعها، بدنا نوضع القرفة طبعا حسب الاختيارات. القرفة بتخفف السكر بشكل كبير، يعني بتنشط الأوعية الدموية. ممكن نحط كمان لازم نستخدم واستخدمه البامية أو الأوكرا. البامية الجافة، هذا مسحوق بامية جافة الأوكرا. في اللزوج اللي موجودة في البامية هي قوية جدا في تخفيف نسبة السكر والكوليسترول في الدم لحد 20-30%. إذا بنستخدم البامية الجافة بالطريقة هذه هذا حيساعدنا. ممكن نستخدم المحفزات كمان، أنا بستخدم مثلا ممكن هذا هو الشمندر الأحمر، البيت. البيت والشمندر الأحمر اللي هو غني في المواد المضادة للأكسدة، غير ما نحكي عن الحديد والبيتين ومواد بتعمل عملية تحفيز الدورة الدموية الدقيقة والأعصاب. فبحط لي مثلا ملعقتين ثلاثة من هالمسحوق هذا تاع الشمندر الأحمر الجاف، اللي أنا ممكن أجففه في الشمس لمدة يوم وبعدين أطحنه وأحصل على هذا المخزون. من الأعشاب اللي بدي أحطها كمان واستخدمها، طبعا هذا حسب الطلب بس بدكم فعالية قوية، في عنا عشبة الدميانة. عشبة الدميانة اللي هي اسمها الجمنيمة، عشبة الجمنيمة اسمها هيك، يعني إذا بتحطوها على الجوجل أو على بدكم تشتروها أونلاين بتحطوا جمنيمة جمنيمة. هذه العشب اللي حكينا لكم انها بتنزل السكر بشكل جيد والكوليسترول، تنظيف للكبد، اذا بنستخدمها ملعقتين صغار في اليوم شرب. فاحنا ممكن نحطها في المغلي هذا
فعاليتها في تنشيط الدورة الدموية. ماشي. في حال حطيت مغلي هالأعشاب مع الأملاح هذه، هلا ما علي إلا أحط إيدي وأعمل التمارين هذه. أحط إيدي بالطريقة هذه وأصير أعمل حركات بسيطة إني ما أشعر في أي آلام في المياه الفاتري. هاي الحركات بدها نغيرها بطريقة مباشرة، يعني ممكن نعملها دقيقتين. هلأ السؤال اللي أنتوا بتطرحوه، يعني هل أنا ممكن أدخل البوتاسيوم والمغنيزيوم للدورة الدموية عن طريق والمواد الفعالة هذه عن طبقة الجلد للدورة الدموية؟ هذا الحكي طبعا تم بحثه في دراسات مختلفة على عملية فحص الدم وملاحظة هل بيأثر في مستوى المغنيسيوم والبوتاسيوم في الدم ولا لا. فمن 19 واحد أنا عمل عليهم البحث في هالحمام المائي هذا، وجدوا أنه 17 منهم زاد مستوى البوتاسيوم والكالسيوم عندهم في البوتاسيوم والمغنيسيوم عندهم في الدم، وهذا بنعكس على طبعا المغنيسيوم والبوتاسيوم. عارفين احنا الجسم كله سواء داخليا بيشتغل على نظام تنظيم لعمل السوائل الداخلية، وهذا النظام بيعتمد على تركيز هذه الأملاح. وفي عنا في كل خلايا الجسم ومنها الخلايا الجلدية الصوديوم بوتاسيوم بامب، الصوديوم بوتاسيوم بامب، يعني هذه هي مضخات الصوديوم والبوتاسيوم. هذه المضخات وظيفتها أول شيء إنها تعمل عملية تغيير في المياه والسوائل بين داخل الخلية وخارج الخلية. إحنا بنعرف 90% من البوتاسيوم المفروض يكون داخل جدران الخلية و10% منه خارج الخلية، و90% من الكالسيوم لازم يكون خارج الخلايا، و90% خارج الخلايا و10% داخل الخلايا. والتغير هذا بين البوتاسيوم والكالسيوم من داخل الخلية لخارج الخلية كالسيوم الصوديوم والبوتاسيوم، الصوديوم بيدخل البوتاسيوم بيخرج. هذا هو الاي تي بي، وهذا هو حركة الطاقة، وهذا هو التغير السوائل والخاصية الأسموزية اللي بتخفف الضغط وتجمع المياه داخل الدم. احنا ما بدنا هذه الاملاح تكون داخل الدورة الدموية، في هذه الحالة احنا بيصير فينا تصلب شرايين، بيرتفع الضغط عنا في حال زاد مستوى الكالسيوم او الملح. هلأ هاي الخاصية كمان نحصل عليها من الخارج، يعني مدام عرضنا جلدنا لهذه المياه اللي مليئة في الأملاح والمواد الفعالة لتخفيف الالتهابات، في هالحالة هذه حتخترق طبقة الجلد والخلايا كلها حتشبع لحد ما توصل كل الأوعية الدموية. ومن هنا بنشوف النتائج الفعالة لعمل هذه الطريقة. انتوا تطلعوا شوفوا التمارين عشان ما نضيعش وقتكم واسمعوا الشرح. طبعا أنا بتضيف كمان بحط فنجان خل، فنجان من الخل التفاح، هذا بعطيني قوة أكثر. طيب مدام عرفنا أنه هاي المواد حتدخل للدورة الدموية وحتلامس الجلد وحتعمل تأثير قوي على موضوع العضلات، وخصوصا أنه أنا قاعد بعملها وأنا قاعد بشتغل بتمارين انقباض وانبساط للعضلات. هذا الانقباض والانبساط اللي بصير في العضلات هذا هو مضخات إضافية لعملية تعزيز هذه الطريقة. فبكمل في التمارين دقيقتين ثلاثة في المياه الساخنة اللي هي لازم تكون درجة حرارة جسمنا أول شيء، يعني إذا بدي أحط إيدي في الأول بحط إصبعي وبشوف درجة الحرارة، أو إذا بدي أفضل وفي عندي مشاكل في الإحساس وسكري بحط إيدي وبشوف الإحساس وبشوف كيف الحرارة مناسبة ولا لا، وبشوف إذا هاي المواد ما في حساسية على منطقة الجلد. في ناس ممكن يكون عندهم حساسية فبيختبروا أول شيء قبل ما يحطوا إيدهم كله أو إجرهم. طبعا هذه الطريقة تعتمد أول شيء على المياه الساخنة في المحلولات، وهون في عندي المياه الباردة. أنا دقيقتين في المياه الساخنة، خلينا نريح شوي،
ودقيقتين في المياه الباردة. هذا التغير الحراري ساخن بارد هيعمل على تعزيز النشاط الدورة الدموية من الأطراف من الأوعية الدموية من تحت لفوق. هذا هيعزز الأعصاب ويقويها. هاي العملية فقط برودة سخونة، فما بالكم هاي العملية موجود فيها الأملاح والأمور هذه التانية اللي حطناها والبوتاسيوم والمغنيسيوم وتأثير هذه المواد على راحة العضلات. طيب لمين هذه يا دكتور؟ هذه لأي واحد محتاج، أي واحد تعبانين إيديه. يعني أنا هذه الطريقة وصلت هلأ، زادت الطلبات من حضرات النساء على موضوع إنه يا دكتور أنا طبعا ممكن أحط إيد في الباردة وإيد في الساخنة، يا دكتور إيدي بوجعوني، أنا الكاربال تونل سيندروم اللي موجودة عندي بتزيد علي الألام والنمنمة، أنا عندي مشاكل الرقبة بس مع هالأيام الفضيلة هذه تجهيز العيد صار معي زيادة في حدة الألام، صارت إيدي تنتفخ يا دكتور، في عندي انتفاخات في الإيدي في الإيدين أو في الرجلين، طبعا في عندي يا دكتور مش انتفاخات وبس، هاي أعراض المرء الأعصاب، سواء مرضى بيعانوا من ارتفاع السكر او مرضى السكري او مرضى الغدة الدرقية او مرضى الغدة الفوق كلوية بيعانوا من عملية الانتفاخات هذه وتجمع السوائل. فانا بعمل هاي الطريقة وبحاول اعالج هاي الاعراض، يعني دقيقتين هون دقيقتين في المياه الساخنة بارد ساخن مع عمل التمارين وانا في المياه لمدة دقيقتين، يعني ما بدي اعملها بدون تمارين. هلا هذا المحلول ممكن اعمله لاجري، ممكن اعمله لجسمي كله عن طريق وضع ضعف الكميات هذه اللي حطناها في البانيو واقعد فيه، وحيعطي نفس الفائدة. مين ممكن يسوي، يعني مين حيستفيد اكثر شيء؟ اي مريض عصبي، سواء فايبروماليجيا اللي هو تليف العضلات، سواء مرضى تانيين زي الباركنسون مثلا، هذول لازم يعملوها للرجلين، سواء المشاكل الجلطات الدماغيه، تشنج العضلات، مشاكل الاوعيه الدمويه، السكري، تصلب الشرايين، تشحم الكبد، مشاكل عدم عمل الكلى او غسيل الكلى، هذول كلهم بيستخدموا هذه الطرق سواء لجريهم لايديهم او لكل جسمهم. هلا الشغله الثانيه اللي بدي الفت انتباهكم لها بالطريقه هذه، اني انا وضعت الاملاح هون او في البانيو وانا عملت التمارين لمده نص ساعه مع الاملاح هذه، انا بستنشق هذه المواد اللي حتخرج في الهواء، يعني الرائحة نفاذة للأبسوم صول، يعني رائحة هتشعركم في الانتعاش. هذا بوتاسيوم مغنيسيوم، أنا قاعد بستنشقه وبدخله للجهاز التنفسي، يعني جزء من المواد اللي وجدناها من هذه المواد اللي موجودة في داخل الدورة الدموية بدخل عن طريق الاستنشاق شهيق وزفير. يعني بالمختصر أنا عملت تبخيرة إضافية وتمارين تنفسية لتنظيف الجيوب الأنفية وتنظيف الرئتين وإزالة السموم وأعراض الدخان بهالطريقة هذه اللي تبخيري. ماشي خلصت نص ساعة هيك، هلا بشيل بنشف إيدي طبعا بشكل كويس، وهلا بدي استخدم بعض الزيوت فقط اللي ارطب إيدي، وبعدها بنيجي لموضوع التمارين البسيطة اللي هي حتكون علاج زي ما حكينا لكل الأعراض اللي بنشعر فيها في منطقة الإيد من هون ولتحت كلها، وحتى حيريحنا في آلام الرقبة والديسكات والغضاريف ووجع الرأس بسبب هذه العمليات. هلا البديل اذا واحد ما بده يعمل ويغطس ايديه في المياه، في هاي الحاله ما عليه فقط انه يبلل هذه الفوطه في المياه هذه مع الاملاح، او هذه يوضعها لاي منطقه فيها انتفاخ. انا عندي انتفاخات في منطقه الوجه تحت العينين، بسكر عيني وبحط الكمادات الساخنه شويه وبعدين الكمادات البارده، في عندي انتفاخات والام حاده في منطقة الظهر بحط الكمادات الباردة مع حل خليط هذا على منطقة الظهر منطقة الكتف، هذا
مسكن اساسي وسريع للتشنجات وللالام. اذا دخلت بوتاسيوم، دخلت مغنيسيوم، وهي الاملاح الضروريه مش بس في عمليه البامب في الخلايا او ضخ السوائل، لا، هي توصيلات عصبيه، كل الاعصاب عندي بتشتغل على الكالسيوم والبوتاسيوم، كالسيوم بوتاسيوم، يعني تنقيل السيلان العصبي في داخل العصب نفسه. إذا ما في كالسيوم وبوتاسيوم بامب، ما بيصير في عندي سيلان للجهاز للإشارات العصبية. عشان هيك بنحس المرضى الباركنسون أو الأمراض العصبية في عنا برودة في الحركات وبطء في الحركات. فعشان هيك ضرورية لتحفيز الأعصاب وتقوية الأعصاب وإسالة الانتفاخات والسوائل اللي على الإيدين. أنا عملت هيك زيت، حطيت فيه ملعقة من الأبسوم سولت، حطيت فيه ملعقة من البوتاسيوم، ملعقة صغيرة يعني 3 جرام من البوتاسيوم، 3 جرام من الأبسوم سولت، حطيت فيه مطحون القرفة، مطحون القرفة كمان ملعقة، وحطيت فيه مطحون البامية كمان ملعقة، وضفت للمسحوقات كمان ملعقة من نبتة الشيح. نبتة الشيح هي أكثر الأسماء المتعارفة عنها، قوية جدا في تنشيط الدورة الدموية الدقيقة، تخفيف للآلام، معقمة، مزيلة للفطريات، قوية في عملية الديتوكس. وإحنا بنحكي هلأ عن زيوت، يعني شيء خارجي. باستخدام هذه الأملاح وعشبة الشيح ووضع زيت زيتون على مثلا نصف المرتبان وملعقة ملعقتين من الخل الطبيعي عشان التكميل الكيماوي تكون فعالة مع زيوت الزيتون. وإذا بتفضلوا وتحطوا مثلا شو ممكن أحط أنا مع هالزيوت هذه أو زيوت تانية، في عنا الكبار أو الصبار أو الألوفيرا، بأخذ الجل ممكن أستخدمه مرطبات. عندي حبوب الرشاط كلها بتفعل الكولاجين، فيتامين سي وحديد. عندي الزهور هذه والأعشاب المختلفة ممكن أستخدمها. عندي كشور الليمون مع الخل ممكن أستخدمها في الزيوت أو أستخدمها في المنقوع. في عندي في الزيوت أنا ممكن أستخدم لبان الذكر أو السمغ العربي أو اللبان الكندر، ممكن أحط ملعقة. هذا كله كولاجين ومرطب للجلد، لأن من نرطب الجلد دائما. اللبان الذكر أو السمغ العربي، انا الكرفي ما بستغني عنها، انا ممكن كمان مع الزيوت او في النقع او في الكمادات هذه اللي ممكن نحطها على العينين على انتفاخات تحت العينين، انا ممكن استخدم الجينكو، الجينكو بيلوبا، الجينكو ليفز، الجينكو عشبة الجينكا، الجينكا اسمها وين ما يكون الجينكا، هذه عشبة قوية في تحفيز الدورة الدموية وتنشيط للأعصاب. انا ممكن استخدم الريحان، الريحان، اوراق الريحان الجافة وبذور الريحان، البيسل، هذه اساسية في عملية الكمادات والمياه والمنقوع والزيوت. هذه راحة نفسية، هذه هدوء. ممكن استخدم عرق السوس، عرق السوس قوي جدا تحفيز للاعصاب لمرضى السكري. اذا انا بوضعه بشكل خارجي، يعني انا بفتح الشرايين الفرعيه اللي بصير فيها تسكيرات وعدم ترويه دمويه للخلايا بسبب مرضى السكري وتجمع السكر في هذه الشرايين، هذا هو اللي بده يفتح الشرايين. عندنا الاوراق الحمضيات قويه جدا، عندنا وين الزنجبيل، ماشي. هذه الزيوت خلينا كيف بدي استخدمها. طبعا انا نظفت، انا حميت طبقة الجلد، في الحالة بحط اشي بسيط. طبعا لما اقلط الاعشاب هذه بحطها في حمام مريم اي في مياه ساخنة بالطريقة هذه، وبخليها مياه ساخنة لساعتين ثلاثة، تبرد المية وبحطها مرتين ثلاثة.
هذا بفعل عملية امتصاص الزيوت والعشب مع بعض إن حطها تحت تأثير حراري خارجي لهاي الحرارة. هذا هو حمام مريم. يعني عمدة 3 أيام بعملها بالطريقة هذه. في هاي الحالة بصير أحصل على مواد فعالة في هالزيوت العطرية البيتية هذه اللي فعاليتها تضاهي أي فعالية أي زيوت ممكن تأخذوها منفردة من الخارج. وبعمل عملية المساج. المساج عبارة عن حركة اللي بيعانوا من الانتفاخات من هذه الألام كلنا الكاربرتونيل أي ألام عضلية التنس إلبو الكولفر إلبو هذه كلها بدها الحركات هذه ماشي الحال. أنا عندي باركنسون عندي فايبروماليجيا عندي وهن عضلي يا دكتور أنا بعملها لإيدي بعملها لإجري باستخدام نفس الزيوت نفس المحلول نفس المياه بعملها لكل جسمي هذا. أنا إذا في عندي تعب مزمن أو عندي فايبروماليجيا اللي هو الوهن العضلي اللي هو التليف اللي بيصير في العضلات مرض مناعي أنا بستخدم هذه الطرق بنقع حالي كل يوم في الفترة المسائية إذا بدي كمان بنقع في الفترة الصباحية وبعمل الجلسة هذه. المساج بده يركز على كل العضلات وخصوصا هاي العضلات الكبيرة اللي موجودة في المنطقة الخارجية اللي هي مغذية طبعا كلها من أعصاب الرقبة. في عنا الراديال نيرف بالمنطقة هذا العصب إذا ضربنا عليه بنحس بنمنة وخضران في هذول الثلاث أصابع. فهاي العضلات من نرخيها لأنه إذا كان فيها شد هذا بيضغط على العصب أول شيء وبيضغط على الأوعية الدموية. فأنا بعمل حركات بسيطة بحاول أضغط من تحت وأعمل لفوق بالطريقة هذه اللي أفتح المجار ونشط السائل الليمفاوي والأوردي إنها تسحب هالدم ورجع دم كويس لمنطقة الإيدين. ونفس الشيء بالنسبة للأعصاب هذا المساج وهي الحركات هي تحفيز للعصبي للأعصاب وتنشيط للأعصاب. فأنا بعمل مرة على الإيد اليمين مرة على الإيد الشمال. وبالمناسبة احنا بدنا تمارين يعني بدنا حركات فهذه التمارين هي هذه المساج هو تمارين يعني بظلني بقط بستفيد في هاي الحالة من المساج كمساج حيريحني حيشيل كل الانتفاخات اللي موجودة في ايدي حيخفف الألم بشكل مباشر. جلسة زي هيك ما تستهينوا فيها يا جماعة الخير. فبعمل هذه الحركات لمدة 5 دقائق وبحاول ارفع ايدي طبعا رفعت الايد لفوق وعمل التمارين هذه هذا متعب يعني ممكن بس احاول ثانيتين ثلاثة تعب من ايدي بريح باخذ شهيق وزفير وبرد بعمل الحركات هذه كمان وانا رافع ايدي. يعني هاي هي تمارين ومساج وحركات بسيطة كل ساعة كل ساعتين بقدر اسويها قد ما قدرتي يا بنات الحلال. هلأ كلمة أخيرة وطلب أخير من أخوكم. أنتوا هلأ شغالين في للنساء طبعا في تجهيز الحلويات العيد وكل عام أنتوا بخير وتجهيز كل المعجنات والفطور وتنظيف للبيت وتظبيط ومن هون صارت عندكم هاي الألام والمشاكل. هلأ الموضوع الأهم أنه بكرة الصبح بعد صلاة العيد الساعة 10-11 ببلشوا الزوار يجوا والعيديات تيجي على البيوت. فرجائي منكم ما تغصبوا على أخوكم أو على ضيوفكم اللي جايين يعيدوا إنهم يجربوا الحلويات هذه اللي عملتوها أو يشربوا قهوة أو يأخذوا الفواكه ومشان يابا ومشان أخوي وتفضلوا منزعل في هالحالة زيادة قهوة معناتها انتفاخات في البطن زيادة السكر والحلويات هذه معناته تسكين للشرايين معناته سمنة معناته دوخة معناته تجلط في الدورة الدموية معناته جلطات دماغية اتركوا الزلام بحالهم هلأ بكفيهم الفترة اللي عانوا منها ومضغوطين نفسيا ما تطلبوا منهم أي شيء وما تعطوهم كتير من السكريات وتجبروهم وانتوا المفروض تعطوهم شغلات صحية بسيطة اللي ما تفاقموا حالتهم. يعني احنا بدنا نظبط ايديكم يا اخوات وكل عام انتوا بخير وهي عديتكم بس مناش
نتعامل بعدين مع مشاكل الجلطات وتأهيل الجلطات يا دكتور شو نسوي والسكتات الدماغية والسكتات القلبية. فالله يرضى عليكم خلينا بدون غصب ونأخذ بعين الاعتبار انه هدول الناس مروا على 20 بيت بلفوا قاعدين يعني ما بيقدروا يضلوا 20 فنجان قهوة وعشرين حبة معمول. ارحموهم شوية. شكرا لكم تحياتي. وعشان تخففوا من مشاكل المعدة اشربوا مية. ممكن تاكلوا أكلة الفسيخ أو أكلة السمك المملح هذه شوية الصبح، هذا حيمنع النفخة اللي في البطن. خذوا كمون، هذا حيمنع النفخة. الكمون كويس. اشربوا مياه فقط وكثروا من المياه خصوصا في الأجواء الحارة هذه، مياه مع ليمون. شكرا لكم تحياتي وكل عام وانتم بخير. سلامات.